بشرى سارة للجزائريين، لقاح كورونا سيكون في الجزائر بداية 2021 بعد تقدم الاتصالات بين اللجنة العلمية والمخابر العالمية المصنعة للقاح. اختيار اللقاح المناسب للجزائر سيكون قبل نهاية العام الجاري، وضمانات لاقتنائه مهما كان ثمنه. Donc nous avons pris nos mesures, nous attendons, nous avons développé tous les moyens pour faire face. Hier, j'ai reçu un ambassadeur, nous avons reçu des ambassadeurs ensemble les semaines passées. Nous allons avoir des contacts par visioconférence avec des laboratoires. Dès qu'il y aura un vaccin, quel qu'il soit, un vaccin, et nous, pour le vaccin, nous n'avons qu'une seule exigence. Le prix ne compte pas, Monsieur le Président de la République, rappelé par Monsieur le Premier ministre, en présence du ministre des Finances, il n'y a absolument aucun souci pour l'achat de vaccins. C'est cela la question. Il n'y a pas de limite de budget. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite de budget. La santé de nos concitoyens n'a absolument aucun lien avec le budget. Voilà. نحن لا نريد أن نقع في أخطاء، لهذا نحن نتروى ليكون الاختيار الأخير إن شاء الله. نعم الاختيار إن شاء الله سيكون قبل بداية السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله في بداية 2021 الجزائر ستتحصل على أول كمية من اللقاح إن شاء الله. وفي انتظار إنتاج اللقاح، الوضع الصحي في الجزائر يزداد تعقداً، أرقام في ارتفاع مستمر وإقرار بخرق البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية وتحذيرات من اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا من الاستمرار على هذا النحو، مع دعوة إلى تكثيف الرقابة والزيارات إلى المدارس للوقوف ومعاينة الوضع. فيما يخص المدارس لاحظنا أن هناك عديد يعني عدم احترام كبير للبروتوكول الصحي الموضوع من طرف وزارة التربية والذي وافقت عليه اللجنة العلمية، ولهذا يجب أن يكون هناك تعليمات لتطبيق أكبر لهذه الإجراءات. لقاحات في مرحلتها الأخيرة وحديث عن طرحها في السوق قريبا، فهل ستحمل السنة المقبلة أملا جديدا يطوي معه شبح السنة الحالية السوداء وترحل معه كورونا بعد حصدها للأرواح وقتلها لاقتصادات العالم؟